السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تشات جيمنج بالعربي معاكم. النهارده مش حلقه جديده ولا حاجه، النهارده توضيح بسيط كده بالنسبه للناس اللي سالتني كتير على وش رمضان صبحي. ليه الوش مش زي الحقيقه مع ان في كذا ابديت نزل للفيفا والموضوع اتعدل. طبعا دلوقتي بعد محاولات كتير انا ما كنتش فاهم ليه، عرفت السبب اخيرا. هو مش حكايه ابديت ينزل او حاجه هتتعمل علشان يتعدل الوش بتاعه، هي الموضوع ببساطه. انا بشكر في حد كان قال لي الموضوع ده في كومنت، شرحه لي بالتفصيل، قال لي مدام بدات كارير وماشي فيه مش هيقدر يغير لك شكل اللعيب في النص، وفعلا ده اللي انا يعني لاحظته وجربت. انا عملت كارير جديد وحاولت اشوف الوش هيتغير ولا هيفضل زي ما هو، هل المشكله عندي في اللعبه ولا المشكله في ايه بالظبط. ف في الاخر اكتشفت ان الموضوع ان فعلا مدام الكارير بدا واحنا مكملين بشكل، هو مش هيقدر يغير لك الشكل في نص الكارير حتى لو الابديت اتعمل وكل حاجه، فدي طبعا هتبقى مشكله. فانا مش عارف ايه رايكم فيها. زي ما انتم شايفين ده الكارير اللي احنا بنلعب فيه مع تشيلسي، ده شكل رمضان اللي موجود. لو خرجنا بره خالص وشفنا الكارير الثاني او الكارير الجديد اللي انا بداته، اوكي احنا شفنا رمضان في الكارير بتاعنا اللي احنا بنلعب فيه، لو دخلنا عملنا كارير جديد لرمضان برضو هنشوف الشكل اللي موجود هيبقى ايه. دخلنا على ستوك سيتي، اوكي طبيعي ان هو بيعمل ابديت لكل بيعمل ابديت لاخر حاجه موجوده قبل ما يبدا الكارير اللي احنا انت هتعمله. يعني قلنا له استخدم لاعب حقيقي، جينا عند رمضان تمام، هنلاقي شكل رمضان في الكارير اللي هيبدا، هيبقى ده شكل رمضان في الكارير اللي هيبدا جديد، الشكل الحقيقي بتاعه والشكل اللي الابديت اتعمل له. نشوفه من قريب برضو، ده شكل رمضان في الكارير الجديد اللي بناه بعد ما الابديت اتعمل والابديت موجود في اللعبه، ده الشكل بتاعه. طبعا زي ما انتم شايفين هو شكله الحقيقي زي ما هو موجود. فللاسف احنا عشان بدانا الكارير فالشكل مش هيتغير، فهي دي المشكله اللي بقى لنا فتره انا وانتم بنتكلم فيها، ليه شكله مش زي الحقيقه مع ان الابديت موجود والابديت اتعمل من بدري جدا عندي. بس هي المشكله كانت في ان الكارير بدا فهو مش عايز يغير الشكل بتاعه. هنحاول نشوف طريقه تانية نعدل فيها حكايه الشكل دوت ونكمل الكارير اللي احنا فيه. هنشوف، اكيد ليها حل، اكيد هنلاقي لها طريقه، هنشوف. بس ده يعني انا قلت اعمل فيديو صغير كده علشان اوضح للناس ليه الموضوع مختلف الحقيقه عن الشكل اللي احنا بنلعب بيه مع ان الابديت نزل والناس كلها عملت الابديت وشكل رمضان بقى موجود، فده السبب. فخلاص كده افتكر ان الموضوع مش محتاج حيلة تاني. انا بشكر تاني الناس اللي نبهتني الموضوع ان الكارير بدأ فالشكل مش هيتغير، انا بشكركم تاني يا جماعة، متشكرين. وده كان توضيح بسيط بس لمشكلة وش رمضان. شكرا، السلام عليكم.